ونعرض الآن هذه المشاهد نتيجة ضربات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان من حزب الله باتجاه 5 مناطق إسرائيلية بينها مواقع عسكرية موجودة، خصوصا قاعدة مخابرات في صفد شمال إسرائيل، وأيضا قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب. وبالتالي هذه مشاهد توضح، إسرائيل تقول 48 صاروخ فقط، يعني وصل الآن إلى 80 صاروخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية وفيها قواعد عسكرية موجودة. طبعا هذه الصواريخ في يعني تتماشى وتتماهى مع توقيت هذه الضربة الإسرائيلية على إيران. هذه هي المشاهد التي توضح المناطق التي سقطت فيها هذه الصواريخ، وأيضا سحب الدخان المتصاعدة نتيجة إطلاق هذه الصواريخ. 80 صاروخ أطلقت على 5 مناطق في شمال إسرائيل، طبعا مستوطنات، ومعظم مستوطنات الشمال خالية من سكانها إلا القليل، ومن ضمن هذه المناطق مناطق عسكرية ومواقع عسكرية حساسة، خصوصا فيما يتعلق بصفد هذه القاعدة المخابراتية الكبرى.